الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. كنت قد قدمت خلال الأسبوعين الماضيين الدرس الأول والثاني، أرجو الرجوع إليهما كي تكون المعرفة عندكم أحبتي المتابعين معرفة وثقافة تراكمية، فلا يمكن أن تفهم واحد من غير الآخر، وعلى بركة الله نبدأ. الآن آخر شيء انتهينا منه في المقطع الثاني، الدرس الثاني، مجموع مساهمة كل طرف. الآن أطرافهم المستهلكون، المنتجون، الحكومة وما شابه. فعندي مجموع مساهمة كل طرف من هذه الأطراف في الإنفاق الكلي تساوي الدخل الكلي. ما ينفقه المستهلكون والمنتجون وما تنفق الحكومة يساوي الدخل الكلي الذي يتأتى إلى هذا الاقتصاد الذي نتحدث عنه. طبعا اقتصاد غير مرتبط بالعالم الخارجي، بما أنا أخذ ليس هناك صادرات ولا مستوردات، على الأقل حتى مقطع أو مقطعين حتى نثبت فكرة أنه ماذا يجري داخل الاقتصاد المحلي البسيط. الآن كما يأتي هنا، مصدر الدخل الكلي يساوي قيمة الإنتاج الكلي تساوي ما ينفقه المستهلكون على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، سأذكرها بعد قليل، زائد ما ينفقه المستثمرون على تمويل رأس المال بما فيه النفقات الجارية، أجور وتعويضات وبدل استشارات ومكان، زائد ما تنفق الحكومة. فهنا الآن مصادر الدخل الكلي تساوي مصادر الإنتاج الكلي. أن تقسم إلى هذه الأقسام أو تصنف ما ينفقه المستهلكون على السلع الاستهلاكية، هنا سأذكر بعد قليل معمرة وغير معمرة، وهنا ما ينفقه المستثمرون على تمويل رأس المال بما فيه أجور العاملين وما شابه وخطوط الإنتاج، وهنا الآن ما تنفق الحكومة من نفقات جارية ونفقات رأس مالية نسميها احنا. عادة ما يكون أكبر مكون من حيث القيمة النسبية والعددية في معظم اقتصادات العالم، يكون الإنفاق الاستهلاكي أكبر قيمة من الاستثمار وما تنفق الحكومة، لكن هذا بكون عالي القيمة النسبية في الدول الفقيرة. نتابع. الآن أين تذهب نفقات المستهلكين؟ هذا سؤال مهم جدا. هنا نفقات المستهلكين تذهب إلى الأوجه التالية. أول واحد اللي هي سلع استهلاكية، خاصة هنا غير المعمرة كالطعام والشراب وما شابه. فنلاحظ هنا بأن هذه السيدة تقف وتشتري موز، هذه السلة مليئة بأشياء أخرى، ربما ملابس هنا، وهذا الشخص هنا الرجل، وهذه الست أو السيدة تجر بعربة، وهذا الشخص نفسه الآن يحمل بعض الأشياء ربما فيها ملابس وشراب وكذا، وهنا محاسب المشتريات. فهي نسميها احنا سلع استهلاكية غير معمرة كالطعام والشراب وبعض الملابس وما شابه. الوجه الثاني من الإنفاق هي على السلع الاستهلاكية أو المنزلية المعمرة، هنا غير معمرة، هنا المعمرة، ثلاجة، أداة تنظيف، خلاط، هنا وعاء للطبخ، هنا ما يسمى بالمايكروويف، هذه غسالة أو ربما فرن، مكيف، مروحة وما شابه، هذه كلها بنسميها إحنا سلع استهلاكية معمرة كالأدوات المنزلية والغسالات والثلاجات والأثاث المنزلي وبعض الملابس. وهنا الأخير الخدمات التي تقدم إلى القطاع المنزلي، أي لاحظوا لهذا يقوم بتصليح هذه الآلة، هنا يقوم بدهان البيت وما شابه، هاي نسميها احنا خدمات عامة وخاصة مقابل إيجارات السكن وأثمان خدمة الكهرباء والرسوم وبعض أشكال الضرائب وما شابه. هاي كليات الآن. هنا عادة ما يكون أكبر مكون من حيث القيمة النسبية هو الاستهلاك، الإنفاق الاستهلاكي. الإنفاق الاستهلاكي عادة ما يكون كما ذكرت قبل قليل أكبر مكون من حيث القيمة النسبية والعددية، أكبر من كل مكونات ما يجري في الاقتصاد. يعني نتابع على بركة الله. أين تذهب نفقات المستثمرين؟ الآن المستثمرين، نفقات المستثمرين تذهب على الأوجه التالية. أول وجه هنا أجور ورواتب وتعويضات، هذه الآن هنا أجور عمال ومستشارين وبدل إيجارات الأرض والمكاتب والعقارات. هنا الآن عندي لاحظوا لي مواد خام وآلة تخليط هنا وما شابه، وهنا خط إنتاج، وبالتالي هنا ما يسمى أثمان المواد الخام والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وحافلات التعبئة والنقل والشحن، يسموها إنفاق رأس مالي. وأخيرا هنا طبعا ضرائب تدفع ورسوم، هنا رسوم وضرائب ومكوس مختلفة.
هذه الآن أوجه إنفاق المستثمرين. نأتي الآن على هذه المقولة المهمة: لا يمكن للاقتصاد أن يعمل ويتطور ويتقدم بدون استثمارات متواصلة، وهي ما نطلق عليها التراكم الرأسمالي، capital accumulation أو ما يسمى بالتراكم الرأسمالي. أخيرا الآن، من أين يأتي دخل الحكومة وأين يذهب؟ هذا السؤال مهم جدا. مصادر إيرادات الحكومة، هنا مصادر إيرادات الحكومة هي الآن الأرباح التي تجنيها من الشركات التي ساهمت بها، عوائد أرباح من مساهمتها في الاستثمارات، هنا ضرائب التي تقوم بتحصيلها من الشركات والأفراد، ضرائب الدخل، ضرائب مبيعات وما شابه، مثل الضرائب ومكوس ورسوم، ورسوم أنا بعتذر على الخطأ الطباعي هنا، ورسوم. والشكل الأخير قروض محلية وخارجية، عندما يعني تكون تفتقر خزينة الحكومة إلى ما تحتاجه من إيرادات حتى تنفق على نشاطها، فتقوم بالاقتراض محليا وخارجيا، قروض محلية وخارجية، وطبعا في هناك هبات مساعدات وقروض محلية وخارجية، هناك كذلك أمر مساعدات وما شابه. أوجه الإنفاق الحكومي هنا على ثلاثة أوجه كما ذكرنا: أجور ورواتب وتعويضات العاملين، فيها نفقات جارية نسميها هنا الآن، نفقات رأس مالية طرق وسدود ومباني ومطارات إلى آخره من الأشياء، وأخيرا هنا تحويلات وإعانات ومساعدات. هذه مهم جدا، التحويلات يعني عندي أجور وراتب للعاملين في الحكومة، وهنا نفقات رأس مالية، هناك في تحويلات وإعانات، طبعا ضمان اجتماعي أو ربما تقاعدات، إعانات للفقراء ومساعدة ومشاعر. إذا كانت نفقات الحكومة أعلى من إيراداتها فينتج عجز في الموازنة، وإذا كانت النفقات أقل من الإيرادات ينتج فائض في الموازنة، وهذه حالة نادرة، هذه الحالة السائدة في معظم دول العالم. وإذا تساوت النفقات مع الإيرادات فينتج عن هذه الحالة ما يسمى الموازنة المتزنة، اللي هي balance budget، وهذه حالة نادرة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة، وإن شاء الله إلى اللقاء في الدرس الرابع بإذن الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.